اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من صحتين وهنا. اليوم رح نكون معكم مباشره على الهواء مثل ما تعودتوا علينا لمده تقريبا ساعه بالتوقيت الجديد. عم نكون معكم على الساعه 2 للساعه 3. اليوم الشيف خميس وانا مجهزين لكم كمان وصفات من غزه، وزي ما بيقولوا يعني من اول ما دخلت على الحلقه وانا عم بشم ريحه الشطه. فخميس يعني انت ما شاء الله عليك بهذا الاسبوع تألقت بكل الوصفات الغزويه باحتراف. اول شيء مساء الخير عليك، مساء الورد، من زمان ما طلعنا مع بعض احنا، شايف كيف؟ ومساء الخير على الساده المشاهدين والمتابعين جميعا. هو زي ما انا كنت احكي امبارح تماره بالحلقه انه كل واحد فينا بيقاوم بشكل، كل واحد بطريقته. احنا طريقتنا عن التعبير عن غضبنا وعن تضامننا مع شعبنا الفلسطيني ان كان بالداخل او كان بغزه، صح، من خلال عملنا، من خلال احنا شو بنعرف نعمل. كل حدا بيقدم دعمه ومساندته وتضامنه من خلال هو شو قاعد بيعمل. الفتره اللي فاتت بالفعل تمارا كانت كلها اكلات فلسطينيه، وكمان رح نستمر على هذا الموضوع عشان الناس بالاخر يعني في ناس ممكن تضايق انتم كيف بتطلعوا وكيف بتعملوا. احنا بالاخر عندنا هنا عندنا مصورين، عندنا منتجين، عندنا ناس بتشتغل. هذا البرنامج فاتح بيوت للناس، واحنا من بالمقابل بنحاول نقدم فيه شيء من خلاله نعلن تضامننا ووقفتنا، وبنفس الوقت محتوانا يكون يخص القضيه اللي احنا بصدد انه ندافع عنها 100% 100%. واكيد هذا الشيء لا يغني على انه احنا طبعا 24 ساعه عم نتابع الاخبار، 24 ساعه الاحداث طبعا عم نكون معها ثانيه بثانيه، ما راح اقول لكم دقيقه بدقيقه. وزي ما حكى الشيف خميس بالاخر هذا واجبنا نكون موجودين معاكم على الهواء. اليوم رح نعمل الوصفات زي ما حكيت خميس بالزبط. فرح تكون من الواضح انه يعني غزاويه ولكن مختلفه. اليوم رح نعمل كفتة السردين زي ما بسموها أهلنا بغزة. طبعا هم عندهم البحر، فالبحر هو من خلاله بشكله منه كثير وصفات. رح نعمل كفتة السردين بالبندورة والطحينة، ورح نعمل كمان إشي حلو فلسطيني عريق جدا اسمه الخوية. حلو. هو عبارة عن خبز بتشرب بالقرفة وبعدين بنحط على الوجه فيه الجوز الهند، بس احنا هيك رح نحط فيه شوية اشياء اليوم. ورح نعمل سلطة الرشاد بالشطة، واحنا زي ما بنعرف وتمارا كانت تعمل كومبلين علي من اول الحلقة وانه خميس الشطة الشطة الشطة. احنا اهلنا بغزة وبفلسطين يعني بغزة بحبوا الشطة كتير، فاليوم حار كالعادة اللي هيك. على فكرة أنا فترة يعني مستمر خلصت كل الفلفل والشطة في البلد ورح نضل مستمرين، ما في مشكلة أبدا. وزي ما أنت حكيت اليوم كل واحد بقدر يقدم الشيء اللي بقدر يقدمه، وهذا دليل على أنه إحنا بكل المراحل اللي عم نمر فيها عم ندعي ومنكثف الدعاء. ولما كنا موجودين على صفحتنا على الفيسبوك كمان كنا منتشارك أدعيتنا لكل إخواننا بفلسطين. صحيح. رح نطلع معكم بأول وصف اللي هي كفتة السمك، صح؟ بالضبط. كفتة السمك الغزاوية رح تحتاجوا لكيلو ونص سمك السردين، ولنص كوب شبت، ولضمة بقدونس وبصلة، خمس حبات فلفل أخضر حار، بالإضافة لمعلقة كبيرة من الكمون، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. أما بالنسبة لصوص البندورة رح تحتاجوا لربع كوب من زيت الزيتون، وبصلة مفرومة وعشر حبات بندورة، أربع حبات فلفل حار، ونص كوب من الطحينية، ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. طيب انا مش قادره اتخيل فكره انه كفته بالسردين يعني. هلا هذا الشيء بسبب اول شيء بتعرف انه انت الجغرافيه، المنطقه الجغرافيه من مكان لمكان بتفرق. طبعا لما بيكون في عندك بحر فهذا الحكي لازم يكون في عندك تنوع باكلاتك. صح. احنا انا بعرف ناس عندنا بالاردن على فكره بيعملوا كفته سمك. انا والله صراحه اليوم لما قرات هم مميزين جدا بهذا الموضوع، بس للاسف انا ما لقيت السردين حبته كبيره. هم بشيلوا جلده وبياخذوا الحب، بتكون الحب الكبيره منه هو اللي بيستخدموه بهذا الموضوع، ولكن للاسف احنا ما لقيت الحب الكبيره فرح نضطر نستخدم الصغيره. بس هم زي ما انا حكيت لك بيئتهم الجغرافيه هي اللي سمحت انه يكون في عندهم هالقد فاريتي او يكون في عندهم خيارات. التنوع والخيارات اللي موجوده بطرق الطبخ اللي هم بيشتغلوا فيها. طيب احنا اول خطوه بدنا نعملها تمارا، احنا في عندنا بوصفتنا هاي خطوتين لازم نسويهم. اول شيء بدنا نعمل الصوص وبدنا نضرب السمك، وعشان الصوص عندي يتسبك وياخذ وقته بنبدا بالصوص وبعدين نضرب السمكات. السمكات تمام. طيب للصوص رح نحتاج
البندورة وزيت الزيتون والبصل أول إشي، فراح أضيف بهاي القلاي زيت الزيتون. أوكي زي ما أنت هيك شايفة. الفلفل حار بناء على طلب الشباب اللي هون، بدي أخففه هلأ لأنه راح نحطه بالسمك. أوكي حطينا هلأ البصلات كمان هون. بس نقلهم. انا حاسه انه الاشي التقليدي اللي هو البصل مع ال... بس حاسه الشبت شوي الشبت لا غريبة. هو الشبت بيستخدموه على فكره كثير بغزه يعني. لا هو بقصد بالصوص. لا هو الشبت مش رح نحطه بالصوص، احنا رح نحط الشبت بالسمك مع البقدونس. اوكي فانا عندي هون البصلات بدي اقلبهم، بدي نضيف عليهم، رحت لهم رشه من الملح، ورح نضيف عليهم البندوره الطازه بعد شوي. قبل ما يتدبلوا عندي البصلات بدنا نشتغل بالسمك. عندي تخوف كتير كبير من الماكينة أنها تقدر تضرب هدول، بدي أشوف كيف ممكن. يمكن لو ما بتكسر كتير بزبط. بالضبط هيك رح أعمل، ما رح أضرب كتير. لأنه شايف ممكن تعلق. بالضبط، فعشان هيك إحنا رح نضرب كمية كمية منهم، مش رح نكتر. أوكي نحط السمكات هون. بس بتعرف شغله فعلا خميس يعني سبحان الله زي ما انت حكيت، يعني حتى يمكن لما بتروح على الخليج اللي بيكون طبعا كلياته على البحر، قديش بتحس في تنوع بماكولاتهم، قديش بتبتكروا اشكال صح. والوان بالاسماك. صح 100%. فانا والله حبيت الفكره. رامي اذا بتحط موسيقى على كل شيء، رامي احنا راح نستمر شوي بهذا الوقت، فانا ما بدي اخرب الدنيا، فعادي خليك عادي متعاون وهي الناس معنا يعني ما تقلق. هلا بالنسبه اذا انت قلت السردين، انا بفاجئك، انت بتقول السردين حبته اكبر، انا يعني متعوده عليه في لبنان حبته كتير كتير صغيره. لا هلا هو يعني هو لا 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 في السردين ممكن يكون كتير كبير والله. يس ما في مش كتير كبير يعني، ممكن يكون هيك طوله. انا اول مره بعرف، انا بعرفه صغير صغير صغير. لا لا عادي تقدر تلاقي حتى بمصر يعني بيستخدموه كتير صغير. لا لا في منه في منه كبير، وانا لا انا على فكره بحبه شوي مشوي او مقلي عادي. هلا بلبنان بقلوه اكثر، بمصر بقلوه، بس شوف كيف عم تطلع القوام السمك لما عم تهرسه. بالضبط. هلا في شغله كمان تمارا بدي احكيها، انه ممكن كثير تجرأت حطيت سمك هلا الماكينه رح توقف. هلا لما بيكون الجلد مش موجود مش رح تلاقوا لون السمك بهذا الشكل، رح تلاقوه اخف شوي لونه. انت شايفه غامق شوي. هلا بسبب الجلد تبع السمك. هاي علقت. لا ما مش ركبتها. قاعده اوكي. ما ركبتها. طيب معناته انت حكيت خميس اليوم الكفته تحديدا هذه ما في اي خيارات مختلفه عنها، لازم تنعمل بالسردين. لا بتقدروا تستخدموا سمك ثاني، بس انا عملت لكم اياها تقليديه زي ما هي لازم تكون. يعني اصولها بسمك السردين. بالضبط. بتقدري اكيد اكيد. تمام. طيب هلا اللي راح نسويه، انه انا اذا بتلاحظي انه انا ما ضربت من هلا البصل وباقي المكونات. اوكي بدي هلا اسوي احط عليهم البصل واحط لهم الشبت باخر ضربه بعد هاي. ما فهمت، بدك ترجع تحط شبتها جوا الضربه تبعت السمك. هلا اخر وحده راح نحط فيها. اوكي بنحط باخر وحده. هلا تمام. هلا باخر ضربه كمان شوي. هلا خميس معروف انه السمك السردين مالح صح؟ صح شوي صح. هل بتراعي هذا الشيء؟ هلا طبعا هلا بتشوفي لما نيجي نحط الملح راح تشوفي هذا الشيء. طيب هلا شو راح نسوي؟ راح نحط البصل ونحط البقدونس. اوكي عشان نضيفهم زي ما انتم شايفين هيك. عندي هون الشبت كمان. انا أوكي. راح اكتفي بهذا العدد من البصل السمك، ما راح احط سمك كمان. بعدين راح نحط البقدونس. اوكي وهلا بنضربهم هم كمان وبنضيفهم فوق السمك وبنخلطهم عشان نعمل يعني الكفتة. اوكي طيب خميس هلا بالنسبة للسردين يعني بينعمل بهاي الطريقة بغزة. بالضبط. إذا وهل بنعمل مثلا بتتبيلة معينة؟ التتبيلة تاعتهم هلا هم عندهم بيستخدموا بهارات كثير الحقيقة. بالزبط. مش كثير بس عندهم أشياء، مثلا بيستخدموا الكمون، بيستخدموا العنجرابي وهي الأشياء كثير هم بياكلهم، بس هون خاصة بالسمك ما بيكون فيها كثير أشياء. حلو. هلا في ناس بتلاقيهم حطوا مثلا في ناس بيضيفوا بهارات، هلا صارت الجديده دخلت على العالم العربي، وهذا الشيء مش غلط يعني، كل حدا هو وذوقه يعني، مش حيصير متعود كمان. بالضبط 100%. بس احنا زي ما حكينا يعني يمكن اليوم عم نعمل الوصفه بالضبط بحذافيرها زي ما بيعملوها. بالضبط. بغزه. طيب احنا لهي الوصفه زي ما انتم شايفين لازم نضرب البقدونس. اوكي ضربنا البقدونس، مش اضلني اكشف عليها. اوكي هلا نضيف البصل والبقدونس هون، ولازم احط فلفل حار.
يا حبيبي بدك تكون مولع الوصفة. ما هي فعليا هيك لازم تكون. وبتتاكل مع الخبز بتخيل صح؟ بتتاكل الخبز صح 100%. بس عشان كمان تدير بالك على ال لا تمام البصلات هناك امورنا منيحه. هلا بدنا نضيف الفلفل الحار هون ونخفف عجقه صراحه من الموجود عجقه الموجوده هاي كلها على الطاوله. بس شوفوا فعليا يعني لما بتكونوا عم تعملوا او واقفين جنب حدا بيعمل هاي الوصفه بحس بحراره الطبخه لانه الحر بدا هيك بدا يسيطر على الساحه يسيطر علينا 100%. طيب. بس انتبه هون في برضه من الخلطه بدي بس اعمل هيك انظف هون ونكمل وصفتنا. شفت طيب. بلشت تطلع الريحه بتعرف هلا البصلات بالضبط البصلات عندي هون تقلبوا بدي اضيف عليهم البندوره ونقلبهم مع بعض. انا ليش اخترت هاي الصينيه؟ اخترتها لانه هلا راح ندخلها على الفرن مع الكفته تمر. يعني أوكي. فعليا الطبخه ما اخذت منك ولا شيء ولا شيء طبخت حالها بحالها زي ما انت شايفه. قبل الفاصل كمان احنا تقريبا صرنا مخلصين 60% منها ضيلها شويه شغل. طب بالنسبه للحسك يعني اللي فيها كيف وضعه؟ هذا كثير رفيع راح لانه اصلا في ناس اصلا ما يعني لما بتاكليها اصلا بياكلوه السردين بس لا لونها كبيره السمكه بخوف. لونها كبيره كنت راح اسحب كل الحسك الموجود بس هو مش كبير اوكي بس هو هذا السمك الصغير الناس تكون تقرش قرش اصلا. ما هو انا بالنسبه لي السردين شوي فيه مخاطره بالاكل يعني بالنسبه للصغار بخوف ياكلوه بس هو هذا كثير صغير والحسك اللي موجود انطحن يعني عشان اكون واضح. راح احط شويه ملح شويه صغيره بس بعدين بدنا نضيف الفلفل الاسود بعدين بدنا نحط الكمون زي اي سمك بحب الكمون بالضبط. وبدنا هلا ايش نسوي؟ نهرسهم مع بعض. انا مستغربه من الطحينيه ليش بدك تحط طحينيه؟ الطحينيه راح تنحط على الصوص تمر لانه احنا متعودين دائما الكفته يا بتكون طحينيه يا بتكون بالبندوره. هاي الوصفه فيها شويه طحينه اوكي وبنحطه على الصوص. هلا اللي راح نسويه انه احنا قبل الفاصل بدنا بس نتاكد انه احنا تبلنا السمك كويس رح نلفهم كرات نستغل هذا الوقت تبع الفاصل ونستغلهم نعملهم كرات بعد الفاصل رح تلاقونا عاملينهم كرات ومغطينهم بالطحين عشان نقليهم تمام. بس عشان نستغل الوقت تمام. معناته رح نطلع معكم بالفاصل الأول وبعد الفاصل مباشرة رح نرجع معكم بوصفات غزوية 100%. طيب رجعنا مره ثانيه طبعا لكل اللي انضموا لنا هلا احنا فعليا عم نعمل كفته غزاويه بالسردين فاحنا اوريدي طحناها وجهزنا كل شيء وهلا بعد الفاصل زي ما انتم شايفين بدا خميس من خلال الطحين والزيت يبلش ايش يكور فيهم ليقليهم بالضبط. طبعا هاي بتقدروا تعملوا هاي الحركه ان كانت مشويه او مقليه احنا راح نقليها انا محمس زيت وبعد ما نقليها بنغطسها فوق البندور. هلا احنا عم نستخدم مثل ما انتم متعودين علينا دائما بصحتين وهنا زيت الكرم بالزبط. زيت كرم زمزم وطبعا زي ما انتم بتعرفوا منتج اردني مميز جدا سواء كان بالرز او حتى بالمعلبات بتلاقوه حتى بالمؤسسه الاستهلاكيه المدنيه وزي ما انتم شايفين بالشريط باسفل الشاشه بتشوفوا كل منتجات كرم زمزم 100%. طيب هلا بدنا نستمر هيك بالكرات محمد اذا بدك اقلي شوي عشان يصير هلا بس وسع. يصير في عندي بالضبط بدي اقلي بس لما يصيروا مره واحده انزلهم وبرجع بستمر اذا بدك اعطيني صحن ثاني بصير تمام اوكي اوكي. هلا بنحط كمان واحده وهيك نقدر نحكي انه هلا هاي اول ضربه بدنا نقليها وتارك انت تتسبك البندوره مع الشرسمة. بالضبط صح بنحطهم هيك بالطحين وبعدين بننزلهم بالزيت الحامي اوكي. الهدف انه نعمل حبه الكفته بالطحين هيك بتحسيها رح تعمل طبقه قرشه ولما تنحط في الصوص. طب ليش ما حطيتها بقرشله؟ لا بطحين. هلا بالعاده احنا مثلا والدتي بتعمل الكفته بتحط لها قرشله. وين بتحط القرشله معها جوا؟ لا هيك يعني بتحط جوا العجنه الكفته وعشان لما تقليها او لما تحمصها ما تتفكفك عن بعض. صراحه تمر انا مش عم بحاول بديش اتفلسف بالاكل لا يعني بالعكس عن جد حاول كثير انه
أقدمه كيف أنا شفته بالضبط. يعني هم فأنا هيك عشان هيك بس أما بنقدر إذا بدك تعمل اللي أنت بتحكي عنه كمان أكيد أنت بتقدر. أنا بحاول عشان إذا في حدا هيك خضر على باله زي هيك سؤال برضو يكون يعني قدرنا نوصل له. يعني أحيانا بتعرف دائما بالبرنامج بيسألوني عن البدائل. صحيح حدا عنده طريقته. صحيح بس هلأ إذا إحنا حطيناها بإرشلة هذا الحكي يعني إنه بدنا نعملها ببيض وطحين إرشلة والموضوع هيك راح يكبر كثير بصير صعب كمان. بالضبط لما تروح تحطيها في البندورة الإرشلة مش راح تضل بنفس الملمس بتكون يعني. بس أما إذا حدا حب يعملها بإرشلة أكيد بيقدر. بس حلو. هي هيك طريقتها. بس هلأ بحب أقول لكل اللي بيتابعونا على فكرة لما بدأت تقليها العادة عم بتشموا ريحة سردين. هي هيك ما هو بالضبط هي الفكرة هيك. اوكي هلا انا عندي هنا السمكات خلصتهم تقريبا بدي اقلب الجهه اللي هون انا ما بديها كثير زي ما حكيت لكم تنقلي وبدي اضيفها فوق البندوره بعد ما املح البندوره اوكي واحط لها الطحينه راح نضيف عليها السمك هاني خلصت انا وهيك بتصير جهزت يعني بالضبط طبعا هون لا في حسك ولا في شيء كله مفروم كثير ناعم عشان انتم تكونوا عارفين احنا مستخدمين الحبه الكثير صغيره وكمان انا وانا انظف السمك كنت اشيل كل شيء كنت احس انه كبيرة. موجود عشان بس تكونوا عارفين وبس لتاكيد الموضوع والمعلومه تمام هلا بنجيب السمكات بدي احطهم هيك بالطحين قبل ما اطلع هاي الوجبه من الـ من الـ من الزيت نقلبهم هيك هلا بالطحين وانت حكيت لنا بالنسبه لل الـ البندوره والبصل راح تحط لهم طحينيه بالضبط حلو هلا قلبناهم بالطحين نفسي اشلح الجلافز كنت والحمد لله اني خلصت من الموضوع طيب ملقط من عندك على السريع لو سمحتي يلا خلص موجود نقلب السمكات شوف السمك كيف اخذ لون والطحينية بجوز الطحين خرجنا شوفوا كيف السمك اخذ لون هاي الجهه لا بدنا نقلبهم بس عشان ننزل الوجبه الثانيه وقبل ما ياخذ اللون الجهه الثانيه تاخذ لون بنكون طبخنا البندورة بنحط لهم الطحينة بحط لهم شوية مي لأنه البندورة صراحة شوية ما فيها مي تمام يعني بدك تضيف لها مي بدي أضيف لها شوية مي البندورة هاي النوعية تبعتها ما فيها مي كثير تمارة أوكي أوكي عشان نعرف نحط الطحينة ونحط الملح والفلفل عليهم شوف كيف يعني الوصفة فعليا هيك مسبكة بتحسها متعوب عليها يعني مش عارفه كيف خطرت على بالهم يعملوا زي هيك وصفه صراحه القله بتعمل اكثر من هيك لما انت بتكوني محاصره ومسكر عليكي وبدك تكوني كرياتيف بتبتكري بدهم يعملوا اكثر اشياء من هيك انا كلكم والفيديوهات اللي حضرتها امبارح اللي كيف عم بلاقوا حلول عشان ياخذوا يعني الكهرباء شفتي قصه يعني بطاريات السياره هدول الشحن عادي يعني انا بعرفها هاي المعلومه انه كيف تشحني بعرف هاي لا وشفت الام اللي كانت عم بتحمم اولادها بطريقه بسيطه وسريعه ولا كانه واللي بيحلق شعره بنص الحج العمه يعني فعليا بتحس انه هم اللي بيعطونا القوه والامل يعني صراحه معك حق هذا الشيء مزبوط حطينا الملح والفلفل تماره بدي اضيف الطحينه هلا هيك فوق البندوره وبعدين بدنا ننزل عليهم الكفته اللي احنا قليناها اول وجبه اللي هي هون اوكي اوكي حركتهم شوي مع بعض هلا بنحطه بالفرن تقريبا قديش لانه شبه كل شيء متسبك ولا لا بدنا نحطهم هيك لمده 3 ساعه تقريبا تماره هلا بنحطها هيك الكفته ما بنغطيهم خميس لا ما رح نغطي البندوره عندي شبه طبخت انا بس بدي اياهم هيك ينطبخوا مع بعض ويتجانسوا تماره يعني بيكون افضل حلو اوكي طبعا طيب. الكفته هون لما انضافت هلا البندوره فيها حموضه رح يكون الطعم كثير زاكي على فكره انت دقتها خميس؟ دقتها بالآه مين حدا من غزة نفسه صديقي. يعني عمل لك؟ صديق عندي حلو. موجود طيب اكيد هلا معناته انت الوصفة الثانية بتحب ناخدها على الاقل لا هلا ثواني وبناخدها بس بدي بس انزل هدول نذكر الناس احنا شو عملنا بهاي الوصفة عشان الناس اللي دخلوا معنا متأخرين تمام ومباشرة بنطلع اذا بدك الوصفة الثانية قدي احنا ضايل على فاصلنا الثاني حلو ممتاز 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 هذا الوقت رح نحكي فيه هلا اوكي هلا حطينا باقي الكفته احنا هون خايف الزيت يفور انا صراحه لا بس الكميه كويسه بالضبط انا عيوني عم بحرقوني انت بدك تساعديني بتعرف انك بايش بدي اساعدك انا مش قادره اوصلك لهناك بدك تساعديني يلا اوكي بشو بس بدنا نعمل سندويشات لا نندوكر بدك تفتي بدي افت نعم ايش اعمل يعني لك مقص وقطعي قطعي الخبزات في مقص عندنا هون طبعا دانا وينه مقص مقص بلشت تدور على حجج تمارا وتمارا الاوضاع مش مناسبه ابدا ده انا مش حافظه انت كيف مش حافظه وين المقصات
أنا بدور لك. يا الله، أنا عندي هون ما في مقص. ولا أنا عندي مقص. بتقدري إذا بقول لك شغلي خلص اليوم بالفاصل، أنا هلا بحلل لك القصة كلها. تمام، بس إيش بدك تعمل بالخبز؟ أنا ما فهمت، نقصقصه شو نعمل فيه؟ الخبز بدي أشيل هذا صراحة لأنه اشتغلنا عليه سمك. الخبز هلا بدنا نقطعه للوصفة اللي بعد هيك. أوكي، فكرت لوصفة الهاي بقول أنا. لا مش إلهم. هلا أنا بس قليت هاي الجهة، بدي أخذ وين الملط كان معي؟ هيو. نحط عليهم ال. طيب ذكرنا خميس عشان اللي انضموا لنا هلا على الشاشة إيش إحنا عملنا اليوم وصفة. أوكي، إحنا اليوم عاملين هاي الوصفة، خلينا نحكي على هاي الوصفة. هاي الوصفة إحنا عاملين كفتة السمك الغزوية، بيستخدموا فيها السمك السردين. سمك السردين بيطحنوه مع طبعا عندهم أماكنات اللحمة نفسها بيطحنوها. اوكي، بيطحنوها مع الشبت والبقدونس والفلفل الحار والبصل. بعدين بتبلوها بالكمون والملح والفلفل، بلفوها كرات وبقلوها بالزيت، وبعدين بجهزوا صوص بندورة. صوص البندورة هو عبارة عن زيت الزيتون مع البصل والفلفل الحار، بضيفوا له البندورة الطازة، وبعدين بضيفوا عليه الملح والفلفل وطحينة. الطحينة بحطوها على البندورة، بغلوهم يعني مع بعض شوي صغيرة، بعدين بنزلوا عليهم الكفتة وبدخلوهم على الفرن حتى ياخدوا لون. في ناس ما بدخلوهم على الفرن على فكرة، بحطوهم مع بعض هيك بس خلص. في بتفضل انت من الاشخاص اللي شكلك بتحب تحطهم بالفرن؟ انا لا بصراحة، عشان بس المصداقية ويكون صاحب اللي عمل هاي الوصفة انا هيك اكلتها عنده. فمش عشان هيك مش عم بحاول اني اتفلسف او انه احاول وما بدي اضيف. انا هلا بوقت بدي ابين كل شيء غزاوي على غزاوي 100% يعني. صح، هي هي الفكرة. هلا هيك تمارا عندي انا الكفتة صارت جاهزة، انا خايف من الزيت، ارجو ما حدا من التيم ياخذها، انا باخذ الزيت لجوا بس بالفاصل. اوكي، بعدين بدي هاي الكفتة ادخلها على الفرن ونتركها تتحمر بالفرن ونجهز لوصفتنا الثانية اذا بدك تطلعي فيها. ايش هي تقدري. حتكون هي راح تكون الخوية، وهو نوع حلو فلسطيني كتير 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 قديم، قريب كتير لأم علي بس بطريقة مختلفة. يلا. الخوية الفلسطينية رح تحتاجوا لخمس أكواب من المي ولنص كوب قرفة مطحونة، بالإضافة لخمسة عود قرفة ولست رغفة من الخبز، كوب سكر، زبدة من المراعي. أما بالنسبة للتزيين رح تحتاجوا لنص كوب جوز عين الجمل ولربع كوب جوز الهند. طيب هذا الحلو برضو انت بتقول انه هو من برضو اصل غزة. بالضبط 100%. وقلت بشبه ام علي لانه فيه كمان الخبز، فيه القرفة. بالضبط، احنا من هون لقبل الفاصل بدنا نقطع خبزاتنا وندردش شوي. يلا اوكي، وبعد الفاصل اكيد بدنا نطبق هاي الوصفة. قديش حبيبي؟ دقيقتين. ممتاز، بكون خلصت الخبزات ولا طيب. بسكينة ولا بدي شيء. شفت الفرق بين الزلمة والسيدة؟ لا مش هيك، بين المحترف والمش غير محترفة. والبنت بدها تجيب مقص وخبز نقص والمقص هيثم. تخيل مثلا تروح انت تجيب لك 5 كيلو خبز في التيهم، تجيب هالمقص وتبلش تقصقص، تعمل لك اشكال، شيء مربع شيء مثلث. لا لا, 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 لا هاي هاي الامراض النفسية تبعت اللانش بوكس اللي بنحط نجوم وورد وابصر شو بالخسول هذا يعني، ولا بحياتي فكرت اعمله. بس لا خميس انا كنت برضه بدي اسال شغله هلا بالنسبه للحلقات اللي انا ما كنت موجوده فيها، شو عملت لنا وصفات؟ يعني حتى بحب اللي انضموا اليوم لنا، يعني اذا ما حضروا ما يعني سمحت لهم الفرصه يكونوا موجودين نبدأ معنا. نبدا من امبارح مثلا شو عملت؟ ونرجع لورا. امبارح عملنا السمقيه. السمقيه الفلسطينيه هي وصفه كتير عريقه، يعني اقدم من الكيان المغتصب المحتل، اقدم من تاريخه هاي الوصفه. هي عبارة عن لحمة مع حمص وبصل بتقلبوا مع بعض مع السلق، وبعدين بنضيف عليهم السماق اللي احنا بنكون السماق البلدي اللي بنكون ناعينه، وبعدين بنتخلص من السماق نفسه وبنستخدم ميته، وبيجي فيها طحين وبيجي فيها زيت الزيتون. فاحنا بنحكي يا عين عين الجرادة والثوم وزيت الزيتون، يعني قصة صراحة على الوصفة. عملنا كمان وصفة عملنا كمان امبارح شو عملنا يا شباب؟ عملنا العدس برقاق. حلو، طبخنا العدس وبعدين عملنا العجينة ونزلناها فوق العدس. عملنا كمان
على سيرة العدس بتعرف شغلة، يعني إذا انتبهت بالفيديوهات اللي كانوا فيها طبعا عم بينزلوا لنا إياها من داخل القطاع، كان في مجموعة من الأطفال وكانت في هيك سيدة، يعني طبعا بتقول هدول مش بس أولادي، هدول أولادي وأولاد الجيران وأولاد الحارة، اللي كانت تعمل عدس عم تعمل عدس. طب تصدقي والله العظيم أنا عملت العدس بسببها، لأني شفتها وهي عم تعمل عدس. وهي بتقول إنه الأطفال هلأ بحاجة لبروتين، والابتسامة من الدان للدان يعني عندهم خبرة. اسمعوا لك شغلة، الفرق بيننا وبينهم انه احنا صح متعاطفين وكل هاي الاشياء، يمكن هم عندهم خبرة بالتعامل، احنا شايفين يمكن احنا مكبرين الموضوع اكبر منهم، يعني عشان تكونوا فاهمين يعني احنا يمكن مخدين الموضوع. هم انت ولاد صغار امبارح بلعب بالمدرسة عادي، ولد ماخذ اخته رايح فيها المستشفى، عمرهم بتجوزش 4 سنين، هاي المواقف كلها بتبين لك قديش احنا اللي قدامنا عجز كتير كبير مش هم. 100%. طبعا رح نطلع معكم بالفاصل، وبعد الفاصل مباشرة رح نرجع نعمل شو؟ بدنا نعمل اخوية الفلسطينية. الاخوية طبعا رجعنا اكيد مره ثانيه، وزي ما انتم شايفين احنا لسه بنفتفت بالخبزات، فخلصنا. بس احكي لنا هيك شوي عنها للوصفه. يعني هاي الوصفه هي ما بتنعمل بالخبز وبتتشرب بميه القرفه زي الانر يعني تمام، وعلى الوجه بيضيفوا عليها طبعا القرفه بيكون فيها سكر، على الوجه بيكون في عليها جوز الهند، بس انا راح اضيف كمان الجوز تمام. حلو. طيب اطلعي لنا في اذا بدك تطلع بالوصفه. اخذتها. ممتاز خلص هيك، هلا نبلش بتطبيقها. انا راح اضيف اشي كمان لانه انا تعودت على هيك. تعالوا طلع عندي شوفوا كيف الخبز انا بقطعه، لازم الخبزة تكون مقطعة بهذا الشكل. اوكي. بعد هيك انا اكلتها عند حدا، هو نفسه صديقي هذا، شفت الصحن هذا حطيت لك اياه اصلا. اوكي. ما بقدر يسكت، ما بقدر. طيب هاي الوصفه انا اكلتها عند حدا، امه كتير شاطره فيها. ما عملتها انا ولا مره قبل، بس انا ماخذ الطريقه منها. ام سامر ده وجهها تحيه كتير كبيره، اهلا وسهلا فيكي. هي من غزه اصلا. فبتقلبها بالسمنه او بالزبده. حلو. اوكي. بتقلب الخبز يعني هيك، بتقلبه بالسمنه بعدين بتضيف له اللي هو القرفه مع السكر. اوكي. فانا هلا الخبز هيك بعد ما قطعته رح ما بتحمصه؟ لا، هي بتخليه، هي بتخليه بتقصد انه تحمصه، بس هو ما بتحمص. ما بتحمص؟ لا، بس هي بتقصد انها تحمصه بالسمنه او بالزبده عشان يصير الطعم تبعته اطيب، وانا حبيتها بهذا الشكل. على جانب عندي هون مي بتغلي سخنه، فيها عيدان القرفه وفيها القرفه كمان، بدنا نضيفهم مع بعض مع السكر. اوكي. ونتركهم يغلوا مع بعض، ويصير في عندي هذا المزيج اللي هلا احنا رح نضيفه فوق الخبز بعد ما نحمصه بالزبده. بنخليه يغلي صح؟ بنخليه يغلي بالضبط عشان نقدر نشرب فيهم الخبزات. اوكي. يعني برضه وصفه كثير بسيطه وسهله ومشبعه. 100%. طنجرتنا الحاميه بدنا نحط فيها زبده. بعد ما نحط الزبده بدنا نقلب. بس هلا هي تحديدا فيهم لازم تكون بخبز عربي او ممكن مثلا خبز شراك؟ لا اكيد تقدر تسوي خبز شراك. ممكن. احنا عندنا اخف. بالضبط. ممكن. اوكي. طيب هلا عندي هون الزبده عم بتسيح على جنب، بس شوفوا نكهه القرفه قديش بتكون زاكيه يعني، بالذات هلا مع الشتويه كمان. بالضبط بالضبط. اسمعي فخمه جدا جدا هاي الوصفه. اوكي. طيب هلا انت حطيت الزبده، الزبده ايش رح تعمل فيها؟ هلا بدي انزل الخبزات اقلبهم بالزبده، اخليهم ياخذوا هيك طبقه تماره يعني شحطه. بالضبط، شحطه تحمير او انها انها تتشرب الزبده اللي موجوده عشان نضيف دسامه لها، رح تطلع كثير كثير اطيب. هلا بنقلب الزبده هيك. فعلا وصفاتهم بسيطه باشياء هيك خفيفه مغذيه بنفس الوقت، يعني اذا بتنتبهوا انه بركزوا كثير على العدس، العدس بروتين زي ما قلت الحجه، يعني كثير كويس للاولاد الصغار وبشبع كمان. بالنسبه لزي هيك وصف القرفه بزي هيك جو ممتازه جدا ومتوفره كمان بكل بساطه وب يعني بكميات كبيره مثل ما بيقولوا. كثير مهم هذا الشيء. سالتيني شو عملنا وصفات صح؟ ما سالتك كمنا. ما كملت لي. اوكي. انا بعد الاحداث مباشره اول احد بالضبط اخذت قرار على الهواء، قلت كل وصفاتنا اللي جاي كلها غزاويه. عملنا يوم الاحد عملنا البصاره وعملنا الفته الغزاويه، فته الدجاج الغزاويه. بعدين طلعت الخميس شو عملنا؟ الخميس للاسف الاربعاء انا كنت ملتزم مع المشاهدين انه بدي اعملهم وجبه دجاج مع شيبس، قلت خليني اخلص اعملها واخلص. وكملنا هذا الاسبوع امبارح زي ما حكيت لك عملنا الوصفات. بالضبط. هلا بدنا ننزل الخبز على الزبده ونقلبهم مع بعض. قلنا زي ما حكينا مش تحميص، بس يا دوبك هيك شحطه، نضيف الدسامه في فيها بس يعني. اوكي.
هلا بدنا نقلبهم مع بعض هون وبعدين رح نشربهم رح نشربهم بالقرفه والسكر. yes. اوكي هلا انت بالنسبه لزي هيك وصفه ما في عندنا اي نوع من انواع البدائل الا اذا بدكم تستخدموا خبز. شو حكيت لي وقتها؟ خبز شراك ممكن. ممكن عشان يكون اخف، بس هلا الزبده هون رح تضيف طعم، انا متاكد من هذا الموضوع. لانه انا اكلتها هيك وكثير حبيتها. هلا انت كل شيء وصف عملت لنا اياه من الوصفات انت اوريدي ماكله مضايقه يعني. هذا بالضبط بالضبط، وقبل كثير وصفات عملتها يمكن ما اكون ضايقها بس اكون سائل عنها وعارف عنها بتفاصيلها مستفسر هي. واذا بدي اتفلسف وادخل تاتش تبعي ممكن، بس وبحكي اني انا عملت هيك يعني. فهمتي علي؟ فالخبز عندي هون ضروري جدا انه هيك نحمصه شوي بالزبده والخبز يتشرب الزبده، وبعدين رح نضيف عليهم تستناها تغلي محلول القرفة بالضبط. لا عندي غالية شوي هي. اوكي انا بعد الوقت الجديد صرت اتلخبط بالوقت، ما انا لسه مش حافظت، انا اليوم اول حلقة لي على الساعة 2 يعني فلسة. ضلكم ذكرونا حكونا انه احنا صرنا هيك هيك يعني احكونا اي اشي بس هلا فضيحة. طيب يعني احنا ضايلنا فاصل صح؟ احنا زي هلا كنا نكون ختمين عشان تكوني عارفة. بس لحظة هلا ضيل لنا فاصل، ضيل لنا فاصل اللي هو 3 إلا ربع. أيوة. انا صرت عليها يومين. انت المفروض انت خبره اكثر منك. اسمع يا ام محمد لو سمحتي لا تحكي. تنحيت جانبا تنحيت. اوكي هيك ضيل لنا فاصل احنا 3 إلا ربع صح. طب شو اخبار اللي بالفرن طال عمرك؟ والله نور الفرن اقرب علي ولا عليكي؟ انا شايفته منيح، ما بعرف انت هلا بدك تقولي تحمره يمكن. خليهم شوي هيك. شايفي هذا الشيء؟ ايش هو؟ المي تبعت البندوره والطحينه. هلا هون الزكاوت بتشتغل 100%. طيب هلا بدك تحط لنا ريحه القرفه بلشت تفحفح كيف بس، والخبزات بلشوا يتحمصوا هيك بالزبده. اوكي طبعا هذا بالشتاء الاشي اللي بجربها يعني لا هي مشبعه ودافيه وبتجنن صراحه. القرفه اصلا ريحتها بالبيت بالشتاء بتجنن. صحيح. طيب هلا بدي كمان دقيقه بس احمصهم، بيكون عندي انا هون غلت القرفه منيح. اوكي بنبلش نضيفها تمره تدريجي. اوكي عشان كلها تاخذ بالضبط، ولانه راح تتشرب من عندي هون كميه مي منيحه. اوكي هلا بنقدر نقول انها صارت جاهزه بالضبط. نبلش ننزل شو اسمه القرفه. انا فكرتك رح تحطها زي الفته هيك ورا بعض، بس لا شكلك بدك اياها تشتش الخبز بالضبط. احسن برافو. شفتوا كيف التكتيك عند ام محمد. شايف محمد ورافض جهزي حالكم، عرفت شو رح تاكلوا مش تكملوا هلا. هلا بنحركهم تدريجي زي ما انت حكيت عشان كل كميه الخبز تاخذ بالضبط 100%. اوكي بنرجع بنضيف كمان. حاسين شباب قديش الريحه هيك حلوه صراحه. هلا بالنسبه لحلاوه القرفه كل واحد حسب كيف بده بالضبط. احنا حطينا السكر على العيار اللي احنا حطيناه بالوصفه، انتوا اكيد بتقدروا تضيفوا زي ما بدكم، تخففوا تكتروا تحطوا بدائل للسكر انتوا اللي بتشوفوه مناسب ما في مشكله. طب هلا هي بدك تضلك تحط ليبين انه مثلا ناشفه ولازم يكون فيها ورقه؟ بدي احط فيها حتى المي عندي تتشرب كميه المي المناسبه وتصير خلص قوامها هيك، ما بديها تنهرس بالضبط هذا اللي بقصده. بس بعد هيك رح نسكبها مباشره. اوكي في اهون من هيك شيء؟ لا صراحه هذه حلويات زمان عشان نكون عارفين، لا كان في مطابخ غربيه ولا كان في هاي الاشياء. هذا لما حدا كان بيجي عنده ضيف بيقوم بيعمل هذا الشيء، ما كانش وصي على كنافه ولا ترمسو ولا تشيزكيك ولا هاي الاشياء ولا هالقصص كلياتها بالضبط. هلا بنستمر بس بتحريكهم حتى الخبز عندي يتشرب القرفه مع السكر. اوكي بعد هيك اعتقد انه كميه هون هيك كويسه. بدي بس طبعا انا طافي الغاز يا جماعه عشان تكونوا عارفين على الطنجره، بلا ما تفكرون اني بطبخ بالخبز. لا ما طفي الغاز. قديش بدك اي وحده هاي بتخيل؟ لا هاي هذه ولا هاي؟ لا هاي احسن، هاي احسن خليها المفروض. بالضبط. بدي اخليهم هيك شوي مع بعض تماره، خلي الخبز يتشرب الكميه اللي احنا حطيناها، وبعدين راح نسكبهم هون. تمام اوكي. قد ايه ضايل على فاصلنا صديقي؟ دقيقتين. شو رايك ناخذ الوصفه؟ خلينا ناخذ وصفه السلطه. يلا على السلطه. سلطة الرشاد مع الشطة رح تحتاج ل 3 ضمة من الرشاد بالإضافة ل 5 حبات بندورة و4 حبات خيار، بصلة مفرومة وربع كوب زيتون أخضر ومعلقتين كبار شطة، ربع كوب لبن من طيبة وربع كوب زيت زيتون.
شو صار معك يا خميس؟ شوفوا شو صار معي، يلا مخرجنا تفرجوا كيف الخبزات. هيك تشتشوا منيح بالضبط، بس ما بيكونوا اكثر من هيك ولا اقل من هيك. اوكي شوفوا القرفة كيف مبينه. هلا شوفي انت لما نحط عليهم الجوز والجوز الهند، والله انها يمكن اخف حتى من ام علي اللي بنعملها. بالضبط هي كثير قريبه لها. بعدين بنجيب جوز الهند. على فكره جوز الهند كانوا زمان يزينوا فيه كل شيء حلو عشان نكون عارفين. صح، هو الفستق الحلبي كانه. لا بالضبط، لا جوز الهند اكثر لانه هو سعره رخيص وكمان هو زاكي وكان متوفر كثير. احنا بنتفرج كمان قديش كان متوفر هذا الشيء. اوكي تخيل لما نضيف عليها الجوز مع القرفه كيف راح تكون. وهلا شوف يا الله ما اسكاها. هلا بنحط الجوز، هذا هو تاريخنا وهذا هو الاشياء اللي اهالينا ربيوا عليهم وجدودنا واللي بلشوا ينقرضوا مع الوقت صراحه. هذا ابسط شيء ممكن اقدم لهم اياه فعليا بهالايام. صح. طيب رح نطلع معكم باخر فاصل، بعد الفاصل مباشره بنرجع لكم. هيك طبعا وصلنا لاخر يعني جزء من البرنامج اليوم، وزي ما انتم عم بتشوفوا عم نعمل الوصفه الاخيره اللي هي سلطه الرشاد، وبرضه هي سلطه غزاويه، فزي ما انتم كمان عم بتشوفوا انه هي فعليا مركزه بالشطه عشان نكون واضحين. بدنا نتبلها بالشطه، انتم تخيلوا ايش راح يكون فيه. اوكي انت ما لك شيء اليوم اكل تكلي صح؟ انا ولا شيء بقدر اكل. ممكن خيار؟ ممكن برضه خيار بصير. طيب احنا هاي السلطه زي ما انتم شايفين، احنا برضو امبارح عملنا شيء اسمه دقه، سلطه الدقه الغزاويه. هاي البندوره كثير مستويه ما بديها. اوكي مش رح تزبط لانه اوكي سلطه الدقه الغزاويه هي بندوره بدقوها دق. طبعا مش على هاي بنحكي، بنحكي على سلطه امبارح. اوكي لانه تمر عندها فضول تعرف انا شو عملت امبارح. لا بتعرف شغله، يعني انا حبيت انك انت قادر تعمل سلسله، يعني يمكن كثير من الناس بقول لك انه احنا بنعمل هيك واحنا بنعمل هيك، بس انت اليوم عم تطلع بمسيره كبيره يعني بوصفات غزاويه عن جد يمكن في يعني مجموعه كبيره منا ما بيعرفوها كلها. صحيح، لسه احنا مستمرين كمان بهذا الموضوع، يعني لسه ما خلصنا الوصفات كثير الفلسطينيه وبدنا نطبقها كلها ان شاء الله. طبعا باذن الله. هلا نقطع البندوره. إذا ملاحظين عم بستخدم البندورة العادية على غير عادة، يعني مؤخرا كان دائما يستخدم خميس الكرزية. كرزية. تخيلي انه انا جاي اعمل شيء غزاوي وبندورة كرزية، هم ما يمشي ملاقيين اطلع منهم بندورة كرزية. الله يكون يا رب، الله يكون بعونهم يا رب، الله يكون بعونهم. فهلا نحط البندورة. طبعا للناس اللي بحبوا الحار هاي الاكلات هي هيك بتتاكل. اذا انتم ما بدكم بس تشيلوا، اذا بدكم حطوا لكم شويه على اللبن من طيبه، حطوا لكم شويه زيت زيتون، عصير ليمون، رشه زعتر وكلوهم، او نعنع ناشف اذا فيه بيطلع معكم كمان كثير زاكي. بس انا استغربت انك ما بتحط توم بهاي الوصفه. لا مش حاطط، يعني هي ما بنحط لها لا توم. لا بصل هم بيحطوا بس. اوكي فأنا شوف قديش برضو الوصفه بسيطه كسلطه وبعيده شوي عن مثلا احنا دائما خيار، خس، بندوره. اليوم احنا رح نستخدم رشاد، اكيد جزء كتير كبير من الناس بيعرفوه للرشاد، هو قريب كتير للبقدونس. فيه لسعة حر هيك كمان. طيب يعني هو كمان فيه لسعة حر، مش حار بس فيه لسعة. اوكي تمام. هلا انت هيك خلصت البندورة. بالضبط نحط عليهم الخيار. خلص اللي اشي بالفرن. ما بعرف اذا بدك تحمره، اذا بدك تطفي عليه بصير اطفي عليه خليه بالفرن مشكلة. بس اوكي احسن عشان بس اطلع السلطة نخلصها ونطلعها من الفرن. اوكي هي تقليدية بحتة يعني هي ما خيار ما بندورة مش فعلا. اسمعوا احنا مش رح نطلع نعمل هلا، مش سقم يعني مش وقت فزلك ابدا اطلاقا، يعني احنا عم نقدم اشي هو هادف في الحقيقة، يعني احنا بدنا هذا الاشي نقدمه. اوكي هلا نقطع لنا كمان خيارتين، وبدي منك شغلة صغيرة، في عندك زيتون اخضر احنا سكبناه كله هناك. قربي لي الصحن تبع الزيتون الاخضر. بدك شكلك تحط زيتون اخضر بالسلطه. تمام رح اجيب لك اياه زي ليز. ما هو ايوه ومنرجعه هلا. يا رب بس ما ينكسر الصحن وانا عم بشيله. لا انت بس هذا بدك تشيلي الصحن تكسريه. يلا بعدين هلا الظاهر بدك تستخدم انت بالصوص اللبن. بالضبط الصوص رح يكون معنا لبن طيبه. بالضبط 100%. هلا بدي اطول من هون كم حبه زيتون اخضر من اللي احنا مقطعينه،
ونضيفهم فوق السلطة. بتقدر ترجعي أم محمد، غلبتك كثير أنا. لا أسف. بسيطة، خد راحتك، غلبتك راحة. يا الله كيف على الهواء بتحكي، تحت الهواء انسوا. تحت الهواء بكون ما بسمع، لا بستقبل ولا برسل. كنت صب لحالها أشياء تشربها وهيك وكون. طب أنا اعتبريني. الله يسامحك، هاي الحليب هناك ولا شفة أخذت منه. راح أشرب هلا. طيب نخفف عجقة لأنه أنا ما بحب هالعجقة صراحة. بس حبيت فكرة الزيتون الأخضر، بيعطيها حموضة. بالضبط صح، هذا الإشي اللي أنا بدي إياه. أوكي. هلا انت بدك تحط لنا، قلت مع الرشاد الزهر بدك تخلط اللبن. راح احط شويه بقدونس على الرشاد. لا الرشاد بدي احطه بالجاط من تحت وبعدين احط السلطه على الوجه. اوكي. اوكي، يعني انت ما بتخلط السلطه، ما بتخلط الرشاد والبقدونس. لا هلا ايش راح نسوي؟ راح نجيب هدول البقدونسات، خليهم عندك بدي اياهم. اوكي، هذا الصحن نضيف فيه زيت الزيتون، بعدين راح نضيف معلقه من الشطة. بالضبط، راح أضيف معلقة من الشطة، بس ما راح أكتر ملح لأنه الشطة شوي بتكون مالحة. أوكي، ناخد لبن من طيبة نحطهم هون. تفضلي. خلصت؟ بعدين نحط معلقة من الشطة عليهم ونحركهم مع بعض ونتبل فيهم الخيار والبندورة والبصل والزيتون اللي عندنا هون. يعني هلأ كمان حتى اللبن بكسر شوي من الحرارة اللي موجودة. برافو صح، هذا الهدف من وجود اللبن بهاي الوصفة، حركهم مع بعض. وعلى فكرة أنا هذا الإشي اللي قاعد بعمله هو لبن وزيت زيتون وشطة من الأشياء اللي أنا بحب أكلها جنب الأكل، يعني أنا بحب أغمسهم، يعني أنا بحب الأشياء الحارة. والله بفاجئك، أنا ولا بقدر أحط إشي بتمي حار. ضيفهم هون. شوف لونها، ريحتها من هون فحفحت. فحفحت. ضحكيني. طيب هلا بنسكب نطلع الكفتة من الفرن ومنذكر شو عملنا اليوم. متفقين؟ تمام. متفقين. وزعهم هيك على الرشاد. طبعا انا كنت احط فلفل حار وبعدين بطلت حقيقه. ليش؟ في شطه، مش معقول. ما مش عارفه، ما انت ويارا على فكره من محبي الشطه والفلفل، دائما لازم ما بزبطش الاكل من دونهم الحقيقه. يارا بتاكل حار؟ بتاكل حر. خلص انت لازم تتغيري اذا هيك. انا لا اتغير. مش رح نتغير لانه اوكي. لا بس يعني شوفوا صراحه كل شيء له يعني نكهته، يعني في اشياء بتنعمل على الاصول، يعني زي هيك سلطه ما بتخيلها بدون الحر فعلا. بالضبط. طب احنا هيك سلطتنا صارت جاهزه ام محمد، بدك تحط بقدونس عليها ولا بدك تحط بدي احط البقدونس على الكفته، بس انا بدي احاول اطلع من الفرن الكفه. بدي اشوفها وين، بس هون استنى. تبعوني السخن عندي هون. شفتيهم؟ شفتهم. ممتاز. طيب خميس انت وعم بتطلع لنا الكفته يعني هيك بشكل سريع. نذكر. يس. اوكي هلا حطينا، على فكره في ناس بيحكوا كفته وناس بيحكوا كفته. كفته، انا بقولها كفته. كفته. ناقشنا بهذا الموضوع قبل. هلا طيب احنا هلا خلصنا الوصفات، عملنا السلطه، بدي احط بس رشه بقدونس هيك على وجهي. جايب لهم خبز طيب للشباب؟ الخبزات استخدمتهم الحقيقه شباب عشان تكونوا عارفين. طيب احنا اليوم عملنا ثلاث وصفات من مطبخنا العربي الفلسطيني البطل. احنا اليوم عملنا سلطة الرشاد مع البندورة والزيتون الاخضر والبصل والخيار، وكانت التتبيله عبارة عن شطة رمزا الى غز العزة، حطينا عليها زيت الزيتون والملح. بعدين عملنا كمان الكفتة، كفتة السردين بسمك السردين، وطبخناهم بصوص الطحينة والبندورة. كفتة السردين احنا عملناها على محضرة الطعام مع البصل والفلفل الحار والكمون. بعد هيك عملنا اشي اسمه الخوية الفلسطينية، هو نوع حلو كتير بسيط بنعمل بالخبز والقرفة وعلى الوجه من زينه بالجوز هند وجوز عين الجمل، قدمناهم مع المخللات. وإلى هنا تنتهي حلقتنا وبنل المايك إليك. تفضل. يعطيك ألف عافية شيف خميس. طبعا مثل ما أنتوا عم بتشارفوا بتشوفوا باستمرار، عم نحاول قد ما بنقدر نكون موجودين معاكم بأبسط الطرق علشان نقدر نكون يعني عم نقدم لو شيء بسيط من اللي عم نقدمه بهذا الوقت الصعب. نتمنى لكم بقية نهار حلو، وإن شاء الله منصبح بكرة بأخبار جميلة ومننام على أخبار حلوة إن شاء الله. يا رب.